نتفيأ ظلال موضوعنا الأسرة المسلمة ونظرات في الواقع المعاصر. الحديث عن الأسرة، لأن الأسرة هي السكن، الأسرة هي الطمأنينة، الأسرة هي العاسرة، وبالأسرة المستقرة يتخرج الطبيب الناجح والمهندس المبدع والطالب الذكي. هذا المعرض الذي نشاهد فيه الأطفال، الكبار، الصغار، النساء، الرجال في هذه الأجواء الرمضانية الجميلة، وفي سوق واقف حيث التراث والحضارة، والذي نتناول فيه محور مهم وهو يتكلم عن الأسرة في محاولة لتجديد هذه المعاني للمحافظة على هذا الحصن العظيم. الهدف من وجود الأسرة هو الراحة النفسية، السكينة، الحب، الاطمئنان. فكرة وبادرة طيبة، معرض رمضان في سوق واقف، طبعا كان الهدف منها إحياء التراث وإحياء الأجواء الإسلامية. كيف نقوي أسرتنا، شلون تكون الأسرة تحمل اللي هي عاداتنا وتقاليدنا وبنفس الوقت تواكب التطور والمتعاصر ما يحدث في هذه الأيام.